متابعين تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم وتغطية جديدة. حادثة المرج القديمة، حادثة أثارت جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. حادثة هي مشاجرة حصلت أمام محطة مترو المرج القديمة، ونتج عنها وفاة الحاج حسين حسن إبراهيم والشهير بالحاج حسين الصميتي، وأيضا إصابة ثلاثة آخرين من نفس العائلة. لكن من الواضح أنه المعلومات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيقة، علشان كده إحنا معانا عبر الهاتف أميرة حامد ابنة خال المتوفى، هتحكي لنا أكتر عن تفاصيل الحادثة. لكن قبل ما أخد أميرة هنروح نشوف هذا الفيديو مع حضراتكم ونرجع مرة أخرى. عندي عركة كبيرة قوي ضرب نار خش يا حمادة جوه. انت حمادة اطلب الاسعاف يا ابني، اطلب الاسعاف. زي ما تابعنا مع حضراتكم الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هي فيديو خاص بالمشاجرة وأيضا فيديو الجنازة اللي خصتنا به أميرة حامد ابنة خال المتوفى. أميرة برحب بيكي معنا في تلفزيون اليوم السابع. أهلا بيكي أستاذ حور. أهلا بيكي أميرة، احكي لنا إيه اللي حصل؟ اللي حصل ان الحاج حسين هو كان في مشاجره بين، او مش مشاجره، هي كانت مشاده كلاميه بين اخوه وبين صاحب المحل بتاع العصير. والمشاده اصلا حصلت الناحيه الثانيه كمان، مش الناحيه اللي كان حصل فيها المشاجره دي. وراحوا يتكلموا مع الحاج حسين، ده اخوك عمل 1 2 3، قال لهم لو ليكوا حق انا هجيبه. قالوا نعمل قعده، بس طبعا كان احمد اخو الحاج حسين كان بعد المشاده الكلاميه اعتدى على حد من اللي شغالين عند بتاع العصير. ودخل المستشفى، فقالوا له طب هنحل، طب قال لهم انا عايز احل، انا مش عايز مشاكل، حد موجود في المرج بيجي له يحل لهم المشاكل بتاعته. قعد معاهم وقال لهم لو ليكوا حاجه واحده انا هسلمكم اخويا بنفسي، لو اللي حصل انا ما عنديش مشكله. والمفروض كانوا قاعدين بيحلوا، مفيش اي حاجه، في ظرف ثواني، وهم بعد ما الناس دي قامت في كلمه سر اتقالت من فوق المحطه، الولد مات على اساس ان اللي في المستشفى مات وهو ما ماتش. بس فجاه الدنيا اتحولت لضلمه، ضلمه تامه، اللي بقوا شغالين بالرشاشات والآلي من فوق السور بتاع المحطة. وهو الفيديو زي ما ظهر كده، الحاج حسين واقف بيقول بس يا ابني بس يا ابني، ما اتكلمش، معهوش حتى طوبة في ايده. هو انا فهمت من كلامك انه الحاج حسين كان قاعد مع اخوه وكان ناوي يعمل قعدة صلح ما بينه وما بين، لا كان قاعد مع السهاجي نفسه، مع ياقوت السهاجي نفسه عشان يحل. اللي قتله نفسه ده كان قاعد عشان يحل، وقايم على اساس ان الدنيا هتتحل. تمام. حتى جت واحده بتقول له يا ابو حسن، الحاج حسين، يا ابو حسن هتحل الدنيا دي؟ قال لها انا عايز احل، دول اهلي، دول ناسي، ده الناس دي لما جت المرج ما كانش ليهم محل، ما كانش ليهم حاجه، الحاج حسين خلاهم بنوا وخلاهم عملوا وخلاهم قعدوا. ساعدهم يعني. جدا. بيساعد الكبير قبل الصغير، مش هقول لك الصغير قبل الكبير، اللي مالهوش شغل يقول له لا عايز تشتغل ايه، هديك عربيه حصان تشتغل عليها، هديك تعمل كذا، هديك، بيدي فلوس. ست وراجل متخانقين مع بعض بيروحوا هو يصالحهم. يعني هو يعني مفيش اعلم كبركم في المرج يعني. هو فعلا كبرنا في المرج، مع ان انا عايزه اقول لك قبلها بشويه قبل ما نعرف الخبر بابايا كان رايح له علشان نحل مشكله في عيله ثانيه. يعني مع ان بابا اللي المفروض مثلا يحلها، لا يعني احنا بنعتبره كل حاجه. طيب قلتي هو وقع وقع الدنيا. قالوا
كلمه سر واخدوه على اخوانا. الدنيا الحوار ابتدت تطفي وبدا يحصل تشابك باسلحه. التشابك باسلحه من ناحيتهم هم، من ناحيتنا احنا ما كانش معنا طوبه حتى. تمام، ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد كده هو خد الرصاصه، خدها في العنق على طول، وقع مات في ساعتها. يعني هم محدش فيهم كان عارف يقرب له، هو واقف لوحده. بعد ما وقع نزل عليه بالشوم. اخوه صلاح واقف. صلاح ده عايز اقول لحضرتك يعني احنا ممكن نشوفه كل 20 سنه مره. من كتر ما هو قافل على نفسه الباب وعلى رزقه وعلى اهله. صلاح كان رايح هناك عشان يحل، عشان احنا مش عايزين مشاكل. بيشيل اخوه، راحوا ضاربينه رصاصتين في دراعه. بيشيل اخوه اللي مات الحاج حسين، ضربوه رصاصتين في دراعه، والرصاصه الثالثه لحد النهارده الرصاصه دي ثابته عنده في رقبته. لحد النهارده كان في عمليات. والشخص الثاني اللي في المستشفى هو اسامه ابن مراته. اسامه ده اللي احنا شايفين صورته دلوقتي. انت ايوه، الصوره دي لسه حالا من المستشفى، الصوره دي حالا. هو اسامه دي كان ما بين الحياه والموت. ما فيش مشكلة، أسامة واخد طلقة في رقبته واخد طلقة في دماغه، عنده كسر في الجمجمة. أسامة ما عملش حاجة. عايزة أقول لحضرتك أسامة قبلها بخمس دقايق قاعد جنب أبوه، من الناس اللي كانوا موجودين في القعدة بيحكوا. جنب أبوه اللي هو الحاج حسين بيقول له الناس دي ملهاش أمان. قال له ملهاش أمان في إيه؟ ده لو ليهم بنفس اللفظ وبنفس الجملة، لو ليهم بلحة هياخدوها نخلة، لو ليهم أنا رقبتي ليهم. محدش كان واخد ان هو يتاخد غدر. هم يعني هم مستحلفين له للموقف ده ليه؟ معلش، اصل كل الترتيبات دي مش هتيجي كده في ثانيه الا ثانيه. السلاح جاهز وكل حاجه جاهزه ليه؟ طيب قيل انه الخناقه دي حصلت الفجر واستمرت في مواقع نشر ساعتين ومواقع اخرى نشر اربع ساعات. هي ربع ساعه. هما كانوا مشكلتهم مش عايزين يحلوا ولا مشكلتهم اي حاجه. طب ما صاحب المشكله، معلش احمد هو اللي صاحب المشكله. هما لو كانوا عايزين مثلا يتخلصوا من صاحب المشكله كانوا تخلصوا من احمد. هي كانوا جايين عشان يتخلصوا من الحاج حسين. مجرد الحاج حسين ما وقع في ثانيه المشكله خلصت كلها ربع ساعه قبل ما هربوا. وعايز اقول لحضرتك لحد النهارده ولحد الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه دلوقتي ما تمش تسليم اي حد من الطرف الثاني. هما هربانين يعني؟ هربانين لدرجه ان هم كانوا بيهربوا واحنا مصورين ان هم كانوا بيهربوا بالنقاب. الصعايده دول كانوا بيهربوا بالنقاب، عبايه ونقاب. لولا ولد صغير عرف من الشوز اللي كان لابسه الراجل الصعيدي قال ده راجل. بقى يصوت والشباب جريوا وراه، ولولا ان تدخل شرطه طبعا ان هو لحقتهم من ايد الشباب بس قلعناهم النقاب والعبايه وصورناها. ان ازاي صعايده رجاله زي ما بنقول وهربانين بالنقاب. بس لحد دلوقتي ياقوت اللي قتل الحاج حسين مش موجود. ما نعرفش فين، ما نعرفش هرب واختفى فين في الضلمه. ده بقوا يضربوا الرصاص على الكاميرات. علشان في أكتر ما توثقش يعني اللي حصل. يعني ايوه، يعني ده لو هو مش محضر او لو هي دي مشاجره كان هيفكر في كده. لو هي مشاجره هيفكر ان هو يقتل صاحب المشاجره، مش هيقتل. هم مشكلتهم عايزين يقتلوا كبير المرج، هم عايزين يمسكوا هم المكان. معلش الحاج حسين ده مالها غلطه كده؟ ما خليهم مشاكل مع الحاج حسين. لا، ده الحاج حسين وقف لهم هم في مشاكل. الحاج حسين واحد من اهل الراجل الصعيدي ده كان واقع في مشكله وهو حلها. مفيش اي مشاكل، هم مستحلفين له علشان خاطر مش عايزين هو اللي يحكم. معلش الحاج حسين بيجي له ناس من اخر الدنيا. تعالى احنا عندنا مشكله في العيله كبيره قد كده، تعالى حلها. واحد لسه كان عنده مشكله، شاب صغير عنده مشكله، راح قال له يا حاج حسين، قال له تعالى هقعد. ولما لقاه هو غلطان الشاب اللي حكم الحاج حسين قال له لا انت غلطان وانا علشان جيت معاك انا هتأدب وذبح ليه هو. خليني علشان ارجع بديا. تاني اقول انه الفيديوهات اللي احنا بنتابعها دلوقتي مع حضراتكم خاصتنا بيها اميره، وكمان الفيديو الخاص بالجنازه. الجنازه كانت مكتظه جدا بالناس، وانت كمان قلتي لي الجنازه ده كان فيها الاف البشر مستشارين وناس وعامة بلد ودنيا. عايز اقول لحضرتك رجاله واقفه في منتهى الوقار واقفه بتبكي عليه. انا اول مره في حياتي اشوف جنازه فيها كلاب وقطط بره بتودع. يعني في اكتر من كده، سوق بكامل خضار وحاجه واقع على الارض حزنا على ان مفيش حد باع بجنيه. لحد دلوقتي اللي بكلم حضرتك فيه ده السوق اللي موجود في المرج مفيش فيه حد.
كان منع بلطجه، كان منع اي حد يفكر يجي على حد، كان البنت اللي مش كويسه تخاف منه. يعني في اكتر من كده؟ دلوقتي خلاص احنا خلاص هم فرحانين ان الاسد فعلا وقع، ما هو كان واقف بطوله وبايده بس بيقول بس يا ابني، محدش كان عارف يقرب له. اول لما وقع وخد الرصاصه نزل عليه بالشوم، ده يرضي مين المنظر ده؟ يرضي مين؟ يرضي مين حرقت قلوبنا امبارح واحنا كلنا عمالين بنعيط، ده قلبنا بيصرخ على المنظر اللي احنا فيه، على الالاف اللي جايه بتودعه. ربنا يرحمه. يعني زي ما بتقولي باين ان هو كان شخص خير وكان دايما معطاء بكل الخير، وان شاء الله كل ده هيكون في ميزان حسن. احنا كل اللي عايزينه عايزين حقه. ربنا قال ولكم في القصاص حياه. احنا مش بتوع مشاكل، احنا مش بتوع ان احنا ناخد حقنا بايدينا، احنا مش كده. احنا الناس الحمد لله متعلمين وناس كويسه والحمد لله وضعنا معروف، فما نستاهلش اللي بيحصل فينا ده. ما نستاهلش ان هم يهربوا من وسطينا كده واحنا مش عارفين نتصرف. هو بكل تأكيد أجهزة الأمن بتكثف كل جهودها علشان يتم إلقاء القبض على كل المشاركين في هذا. يا رب الحادث. يا رب أنا أتمنى إن شاء الله بإذن أتمنى الله الموضوع ما يجيبوه في أقرب وقت. أميرة حامد ابنة خال المتوفى الحاج حسين حسن إبراهيم والشهير بالحاج حسين الصميتي كانت موجودة معانا عبر الهاتف علشان تحكي لنا تفاصيل أكتر عن هذه المشاجرة اللي وقعت في المرج القديمة. بشكرك شكرا جزيلا وشكر موصول لحضراتكم كل متابعينا في كل مكان، وانتظرونا في تغطيات أخرى على مدار اليوم. إلى اللقاء.